استمرارا لرحلة الاعتمادات الأكاديمية التي تعمل عليها جامعة القصيم بالتعاون والتكامل مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، وقعت الجامعة مع الهيئة الاتفاقية الإطارية الخاصة باعتماد 92 برنامجا وتوقيع عقود تنفيذ الدراسات التقويمية لاعتماد 11 برنامجا. وقعت الجامعة ولله الحمد الاتفاقية الإطارية الخاصة بالاعتمادات البرامجية لجامعة القصيم، لتكون بإذن الله جامعة القصيم كذا استوفت جميع برامجها التعليمية لتقديمها للاعتماد الأكاديمي. تهدف هذه الاعتمادات للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب لأعلى المستويات العالمية وتحقيق رؤية المملكة 2030. تهدف هذه الاتفاقية لاعتماد كافة البرامج، والاعتماد الأكاديمي يصب في تجويد هذه المخرجات وأيضا ربط هذه المخرجات مع متطلبات سوق العمل. طبعا هذا أيضا يأتي في التعاون المشترك بين هيئة تقويم التعليم والتدريب وجميع مؤسسات التعليم العالي في المملكة لاعتماد كافة البرامج بهدف تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأيضا برنامج تنمية القدرات البشرية. كما وقعت الجامعة مذكرة تعاون مع المركز الوطني للقياس في سبيل تعزيز التعاون في مجالات تبادل البيانات والدعم الفني وتطبيق اختبارات قياس مخرجات التعليم. يوسف الحميد، الأخبارية، القصيم.